ماشي مره ماشي جوج تيقول لي راه مضحك، ماشي مره ماشي جوج كنتهرب انا اللي غيقول لي غنصفي هاد نقتلك صافي. هي داك المخزن يشوف فيا، يشوف من حالي، يشوف من حالي ومن حال كاع الناس اللي يهضروا لي بحالي. خليك معنا اختي، خليك معنا، حنا على المباشر دابا. ود نعمة الله دابا تا هي جات دخلها لهادشي. فين الناس سو اختي؟ ناسنا هنايا، ناسنا في هاد البلاصة هادي، راه كان جوج عاد جمعنا وناسنا هنا في هاد البلاصة هاد، عا بليستي انا وبلاتي هنايا هاد المكان هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاد الشراجم شكون هادشي؟ شكون اللي داك الضرب؟ قوة الضرب سيدي، قوة الضرب وقوة سميتو الضرب وطريقة وليداتي كلهم تقطعوا. قوة الضرب راه محاولة القتل، كان غادي الولد كان غادي يقتلو الحجرة باش كيضرب الحجرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. رمضان هذا أختي، رمضان. أنا تنشد على المسؤولين يشوفوا من حالي. واخا اختي جي عاودي لينا شنو وقع. نعم خليك معايا بعدا. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في. لايف صادم صراحه ولا يتقبله العقل هادشي اللي كتسمعوا معايا الان، وهادشي اللي كتقول هاد السيده واللي هي اللي كتحمل مسؤوليته طبعا، حيت ما بغاش تمارس معاه في رمضان. هذا كلامها، كتقول هاد الزوجه انه تكرفس عليها راجلها حيت ما بغاش تمارس معاه وسط النهار وهي صايمه. هذا هو اللي خلاه انه ينفجر عليها ونوض كيضربها وها هي اللي غتعاود لينا وهادشي اللي غتسمعوا من عندها. صراحه انا شخصيا ما دخلش ليا لدماغي، وهي اللي كتحمل مسؤوليه هذا الكلام 100%. اشنو واقع لك اختي؟ السلام عليكم اخوتي، كي درتو؟ انا معكم دابا واحد اختكم راني كنعاني، كنموت عرق بعرق. انا عندي واحد الراجل تيتكرفص عليا في رمضان، تيبدا يجي يدير ليا شي حوايج خايبين في رمضان، تيقول لي داكشي نديروه في رمضان داكشي اللي حرم الله سبحانه هو عز وجل، راه نتوما راه تعرفوه. انا ما تنبغي شيء، تيجي تيتكرفص عليا انا ولادي، تيضربنا بالحجر، تيهددني بالموت، تيهددني بيخسب بيقتلني، تيهددني بزاف ديال الحوايج. انا تنطلب منكم المسؤولين شوفوا لي، شوفوا من حالي. تيخرجني للزنقه وتيحيد لي حوايجي وتيعريني قدام الرجال وتيغطوني الناس بالهزار، تيتكرفص عليا بين معنى الكلمه، تيقول لي خرجي داري، هاد الدار هادي راه راهنها بسميتو، كيقول لي خرجي داري، بغيت انا داري وانا ما عنديش فين غادي نمشي ونخلي وليداتي، يعني وليداتي صغار راه محتاجين ليا وما غنسمح شي فيهم واخا نموت. واخا اختي ومن غير رمضان هاد السيد كيدير معاه؟ هاد السيد عنفي، هاد السيد كيتعطى المخدرات مفرطه اكثر من القياس. هاد السيد تيتعطى المخدرات مفرطه اكثر من القياس، وتصور يعني تيجيب المخدرات وتيمشي عند ولدو تيقول له هاد الحشيش هادي راه بلديه هادي روميه، يعني تيجي الولد وتيقول لي داكشي، تنقول له ولدي لا ما تديش على داكشي، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه ماشي خمسه، انا مرت بزاف، انا ماشي مره ماشي جوج حاولت ننتحر، انا صافي كنوصل لواحد الحاله ما عندك فين ترد بالراس، نخرج نخدم على ولادي، انا مكتفي، نبيع الخبز، نبيع الماء، نبيع، انا راه كنبيع الماء، انا في الصيف كنبيع داير قريبات ديال الماء، راه كنبيع الماء، عندي قريبات ديال الماء ليا كنبيع الماء، ولكن انا باش نخرج دابا كي غادي ندير لوليداتي باش غادي نخرج نخدم، نخرج نخدم نمشي للموقف اللي جاب الله. شحال اليوم اختي دابا اليوم في رمضان؟ اليوم لما اظن 14 يوم. وهاد 14 يوم كامله كي دوزتوها؟ دوزتها خايبه الصراحه الله. يوميا كيطلب منك؟ يوميا، ولكن يعني حنا كنتفادى كنصبر كنصبر كنصبر، ولكن ما كتكونش يوميا بالتطبيق، مره هكا مره هكا، ولكن تنسلك، ولكن صافي منين تخصني شي حاجه في الكوزينه ولا شي الحمص ولا شي حاجه، يعني الحريره يعني من طبيعه الحال راه نقنعوه بالخبز والماء. كيقالوا لي كلات الكرش راه ما كتقرش، وهو كيلقى السبه باش غادي يقول لي شي حوايج خايبين صافي، وتيخرج وتيضربنا بالحجر وتيقتلنا وتيأنفني انا ولادي انا ولادي. شويه اختي الله يرضيك، شوف الله يرضيك، هذه اتهامات خطيره. هادشي الكلام اللي كتقولي الا كنتي يعني لا عندك شي مشكل بينك وبين الزوج ديالك ولا شي حساب بينك وبين زوجك اللي هو مادي، ما يمكنش انك تخرجيه بهذه الطريقه انه بغى يتهجم عليا جنسيا ولا كذا ولا كذا، لانه كنعرفوا بعض النساء كيديروا هذه المساله. لا لا انا ما عنديش المساله بتاتا بصفه نهائيه. علاش وصلتوا لهذا الوضع هذا؟ علاش هاد 14 يوم كامله كيفاش درتوا لها؟ هاد 14 يوم كامله سلكناها ما كنهضر شي صافي، هذاك البركه اللي جا في الاول تقطعها هي من داك الطحينه هو اللي باش اللي كتشوفوا بعينكم. كنطلطو بالبيضه تهرس راه حتى هو رمينا في طرف الزبل، داك مطيشه اللي كاينه جابها حبه راه يعني كلها تبزطات كلها ضرمات، من قيله ملي صافي ديك التقديه كتنقص صافي كتخصني شي حاجه، ملي كنهضر صافي وكيتعنف عليا وتيبغي يدير لي شي حوايج، وانا هاد المعاناه ديال الجنس وهادشي كنعاني منهم ماشي عاد، انا كل رمضان كل عام فاش كنخرج للزنقه دائما
خصو يدير لي شي حوايج خايبين قدام الرجال ولا يتبسل عليا، يعني اي راه مراه على راجل، ولكن راه باش تبسلش عليا باش يبدا يشد فيا في ويشد لي في بزاف د الحوايج قدام الناس ويعريني، كيعريني قدام الناس فاش كيشدني من الشعر كيخرجني كيعريني قدام الناس، الرجال كاع تيتفرجوا فيا كلهم من حقكم حتى تمشي تسول وتقول لهم راني ما نقول لك شعري كله كيبقى في الزنقه، حوايجي كيتقطعوا بزاف ديال الحوايج. انا دريت بزاف. شحال عندكم ديال الوليدات؟ عندنا ثلاثه. شحال ديال المده ديال الزواج؟ شحال من شهر متزوجين؟ 12 عام ديال الزواج. يعني علاش هاد السيد حتى لدابا هذا خرجتي كتقولي هاد الكلام عليه؟ حتى لدابا حقاش عييت، حقاش ما عمري انا فكرت ننتحر، فاش فكرت ننتحر صافي وصلت لي اخر المطاف. عندنا شكايات ماشي وحده ماشي جوج، كنمشي عند المعنيين بالامر ديال المخزن والشرطه، تيقولوا لك زعما غير سيري وديري انت، راه انسان راه كنعرفوك شنو كتسواي، وهذا زعما سيري بحالك لدارك، هادشي سيري لدارك وديري، حنا غادي نهضروا معاه. اين فومي كيهضروا معاه تيخرج من عندهم تما يرجع ليا عاوتاني بنفس الشيء، بنفس الميموال، بنفس الموال، بنفس العصا، بنفس الضرب، شي حوايج راه صعاب بزاف. اخر حاجه وقعت لكم؟ اخر حاجه وقعت لينا، وقعت لي انا البارح، البارح ما أنا ما جلسناش كاع، راه خرجنا للزنقه ودات هي تيقتل فيا بالعصا انا والدراري، صافي خرجنا للزنقه وانا ما كاينش حتى اللي يفكك، فاش يجي من المغرب يفكر ما يقدرش يفك، حقاش تيشوف سميتو غيتسبى فيه، الا مات شي واحد ولا في داك بدا يقتل فيا ولا شي حاجه راه غادي يقول يعني ما يقدرش. المساله ديال انه يعني بنهار راه صيام، راه الامساك على شهوته البطن. نعم انا متفقه، راه هذا هو الصيام حقيقي. انا متفقه معك، وانا من النوع ديال الانسان ديال الناس اللي كنعرف بيني وبين الله، اولا انا كنعرف بيني وبين الله، انا تنعرف بيني وبين الله ماشي مره ماشي جوج، ماشي بلا محشومه كيكون انا مصايبه كتبقى مفاهمه بينك وبين الزوج ديالك. لا ما كاينش اي مفاهمه، متفاهمه معك اسيدي انا الكلام عن بعد، فاش كيكون داكشي الله راه الله سبحانه وتعالى وسع على بزاف ديال الحوايج مباحين في رمضان، ولكن هو لا تاينوض تايتكرفس عليك بمعنى الكلمه صافي، فايجيب الحليب تيكبوا لك في الارض، الطحين راه تيشتوه باش غنعجن الوليده تيجي يشتقت الخبز، هذا من اليوم دابا فين غنخرج؟ يلاه عطيني عطيني يعني عطيني شي حل. كيفاش غيجيب الحليب يكبوا في الارض؟ لا اجي مارسي معايا ولا اجي ريب الدار. كيريب الدار كيكب الحليب لهيه، اقسم لك يمينا حق لا اله الا الله، الطحينه وما شتوه الحليب على الزفوريه ما نقدرش نخليه حقاش الدبانه والريحه. غير باش تكونوا فاهمين. هذا ربات وليداتك. وكاين الله سبحانه وتعالى. الله فوق من اي واحد. راه ماشي غير يعني شوفي شنو واقع، لحيت انه بين الزوج والزوجه كيعلم الله سبحانه وتعالى. نعم. احنا ما حاضرينش ليكم. نعم. انت صايمه. نعم انا صايمه. هذا الكلام اللي كنتحمل به مسؤوليتي، انا هذا الكلام اللي قلته لكم اسيدي راه قلته في الكوميساريه. كلام خطير اختي. دليت به اقوالي في الكوميساريه، وقال لي الضابط، قال لي الضابط سيري سيري للدار، قال لي انت راه طيبه ومزيانه وسامحي هذه المره. وليني انا راني عييت، انا في الدات ديالي عييت في نفسي وعييت في صحتي وتدمرت، كنبغي ماشي مره ماشي جوج كنبغي ننتحر، كنشرب الدواء كاع، حقاش ما فين ترد براس، فين غير عطيوني شي حل قولوا لي يعني انا نديرو. انا دابا فاش خارجه هاد اللايف ماشي خارجه تنطلبكم ولا نقول لكم عطيوني شوفوا لي شي حل، يعني كيما الله سبحانه وتعالى من رزق الله. اتصلتي بشوف تي في قلتي اجي اسيدي؟ باش نقول لكم حقاش ملي كنمشي للبوليس ما كيلقاو لي شي حل، شي حل هادشي من 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 2012 وانا صنفت ديما انتي وراجلك بحال هكا. نعم كنتعرضوا للعنف دائما من جميع ضاربوا وترجعوا لبعضياتكم وضاربوا وترجعوا. كتصبر على ولادها، والدينا والدين كاع المسلمين تيصبروا على وليداتهم، تيقولوا لك لا راه خصك تكبر الولاد، ويني ولادي انا راه مرضوا اكثر من اللي كتصور، شي حوايج راه ضارني بزاف، مرضوا كيخافوا كيسمعوا شي حاجه تقرقبات ولا هذا تيبداو يفزعوا، كيبداو يخافوا تيبداو يقول لك ماما راه عندك يا ماما عندك يا ماما، انا عايشه في هذا الشيء صافي، انا حقاش وصلت لي الحد، ماشي مره وماشي جوج انا كنفكر ننتحر، وانا شو الا ما لقيتش شي حل راه الموت هي احسن ليا من الحياه، لانني انا شنو غادي نعيش، وليداتي ضاعوا شافوا المنكر شنو غادي نعيش عاد من هذا الشيء. كيفاش شافوا المنكر؟ شنو تيشوفوا باهم تيبداو يتكرفس عليا بجميع انواع العنف، وتيخرجني تيعريني في الزنقه وتيضربني وتيهرس عليا كل شيء، ولادي شاهدين في هذا الشيء شي، وكنحاول يعني واخا هكا كتخلق لهم جو، ولكن هذا الشيء ضرني بزاف، تنطالب منها من 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 المسؤولين ملي تيشوفوا فيا ما قدمت لكم وجه الله، ما اعتقوني ما اعتقوني، انا كاي امراه كتعرض للعنف وساكته، ولكن اليوم هضرت اعتقوني شوفوا لي شي حل، انا ما طلبت منكم الخبز غنخرج. هذا الشيء كما كتقولي هذا الشيء بكري، هذا الشيء ماشي يلاه هذا الشيء من بكري، غير انا بنت الناس كل امراه في دارها كتقول لك تصبر غير الخبز والماء، كيقولوا لك خصها تصبر، ولكن فاش كيوصل هذا الشيء حتى لواحد الدرجه قصوى
باش غادي يبقى شي قلبي يتحمل. انا كنعس كنعس خايفه وكنعس البرد فيا كنتغطاو البرد فيا تنقول لا راه يعني غادي يجي دابا راه تما غيطرى لي شي حاجه حقاش كيهددني بالقتيله كيقول لي ماشي مره ماشي جوج غادي نقتلك راه انا تنشوف راسي غادي نضيع وغادي يضيع ولادي من غدا ولا بعد ولا توفيت راه غادي يمشي ولادي الخيريه اما مشاو اما مش يمشيو يدلعوا غادي تشوف لحظه غضب واقيلا غير غوت لا 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 راه حقاش ديجا ولا تنشي فكره لا 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 ديجا غادي يقرع في الراس هاهي غادي يقرع في الراس هيا هيا ان الانسان علاش اختي ما مشيتيش للمحكمه ومشيتيش للقضاء مشيت للمحكمه ومشيت للقضاء علاش غتصبري على هادشي كامل مشيت للمحكمه قلت لهم شنو شنو صافي تيتحلف هكا قال لك اودي صافي صافي قلنا هذا دخلوا الوجوه بحال وجوهكم صافي كيدخلوا الناس راعيتي رجعتي صافي راينا حنا ولاد الاصل يعني ربي ولي علي والنبيه ماشي زعما كتقول راه خصك تستر دارك راه واحد النهار راه كما كبرتك امك والدينا راه خصنا نصبروا وليني راني عييت بزاف اكثر من القياس يعني راه كتجيني شي هواجس في الراس خايبه يعني ما عندك شنو رسالتك اختي الان يعني رسالتي انا كنراسل انا المعنيين بالامر وتناشد محمد السادس الا كان تيشوف فيا يشوف من حالي الله يخلي له صحيحته ويشافيه ويعافيه وتنطلب من المسؤولين من المسؤولين يشوفوا من حالي ويشوفوا كاع من المراه اللي كتضرر لان المراه كتبقى ساكته اخرتها كتكون جوج تهاميده وكتخلي وليداتها يتامى هادشي نقول لك ودوك الوليدات اختي دوك ثلاثه الوليدات عارهم عليها من دابا هو انا كنخرج تنسعى ماشي مره ماشي جوج تنخرج تنسعى تنطلب شي واحد تنقول له شري لي الدواء بقاش عندي البنيته كتجي الحساسيه والوليد فقر الدم عييت تنسعى نعم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا فهذا هو للاسف يعني هذا هو الوضع اللي كتشوفوا معنا الان وامامنا كما كنشوفوا الان هذا الوضع اللي عايشاه هذه السيده الان حنا كنتواجدوا بالبيت ديالها فهاد دقيق يعني الطحين ها هو كما كنقولوا يعني كتقول كتسيده من البارح كما سمعنا الان هذه التصريحات ديالها واللي يعني زعما يعني اتهامات خطيره وصعيبه وبزاف كان يعني للطرف الثاني حق الرد لانه ما بين الزوجه والزوج مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي الله اللي عالم يقدر يكون مساله انتقام تقدر تكون بزاف ديال الحويجات كنعرفوا بزاف ديال هذا الشيء هذا اللي كيوقع وكنعرفوا القضايا في المحاكم راه شحال ديال القضايا الان امام المحاكم وكتلقى في الاول وفي الاخير كتلقى غير حسابات ضيقه ما بين الزوجه والزوج اللي كتخلي او كاين بعض المرات اللي كتكون حقيقيه فالان يعني كنتمناو يعني انه للطرف الثاني حق الرد طبعا وكذلك انه الدخل ويكون تفاعل ايجابي مع هذا الكلام هذا اللي كتقول هذه السيده ولا كان هذا الكلام صحيح وكاين وحقيقه فكل واحد ياخذ الجزاء ديالو كان يعني غير ادعاءات كاذبه فكل واحد غيتحمل مسؤوليته طبعا لانه هذا الشيء ماشي اللعب هذا يعني هذا راه وليدات ثلاثه ديال الوليدات الان راهم كيعانيو يعني بالخلعه بالخوف شوف الظروف اللي حنا فيها الان رسالتك الاخيره اختي رسالتي الاخيره كنوجه النداء ديالي لجلاله الملك محمد السادس هو اللي غادي يعتقني والمسؤولين وشي محسن غادي يشوف لي شي حل يكون محامي ولا يكون يعني وكيل ولا يكون من السلطات راني عييت بزاف راني اخيرته يا غادي تسمعوني غادي يقولوا لكم هذيك السيده راه توفات هادشي نقول لكم والامر بيد الله الامر بيد الله اختي نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنا مع هاد السيده اللي كتقول انها حيت ما بغاش تمارس مع راجلها في رمضان تكرفس عليها وتعنفها وكلات العصا والان يعني كتطالب بانها تاخذ الحق ديالها فللزوج كذلك حق الرد المكفول قانونا للرد على هذه الاتهامات اللي كما كنقول كتبقى اتهامات خطيره وما بين الزوج والزوجه يعلم الله وحنا تلبيه لنداء الزوجه اللي تواصلت مع مقر القناه بالدار البيضاء والتحقنا بها من اجل انه وصلوا رسالتها فكتحمل مسؤوليتها كامله كما كنقولوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي في هذا الكلام اللي كتقول لانه هذا الشيء راه كاين الوليدات غيسمعوا كاين بزاف ديال الحويجات الله يدير الخير صراحه شخصيا للاسف للاسف يعني لايف صادم غادي نقولها وغنعاود نقولها الله يدير الخير والله يكتب علينا ويكتب عليكم مكاتب الخير مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي الى اللقاء كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من مكناس لا حول ولا قوه الا بالله